ده الأستاذ عماد صاحب شركة شحن، لكن عنده مشكلة عويصة. هي البوليصة دي داخلة ولا خارجة؟ لو سمحت يا أستاذ عماد، منتظر أوردرات النهاردة علشان ألحق أوزعها، اليوم بيجري مني كده. مساء الخير، أنا محتاج أشحن الأوردرات دي بسرعة جدا. دوشة كتير داخل دماغ الأستاذ عماد، وده لأنه ما عندوش سيستم شحن ناجح لشركته. لو أنت صاحب شركة شحن ومحتاج تنظم كل الأوردرات والعملاء، يبقى لازم يكون عندك سيستم أكيوريت لوجيستيك، برنامج متخصص في إدارة شركات الشحن ونقل الطرود والخدمات البريدية. بيساعدك في عملك بشكل سلس، بيساعدك في تسجيل بيانات العملاء والتجار وأسعار الشحن الخاصة بكل عميل على اختلاف الخدمات والمناطق، تسجيل ومتابعة طلبات البيك أب، إسناد مهام التقاط البيك أب للمندوبين، استلام الشحنات بالمخزن، تحويل الشحنات بين الفروع والمخازن، إصدار قائمة توصيل، متابعة حالة الشحنات وقائمة التوصيل، تحصيل النقود من المندوبين، إصدار فواتير بمستحقات العملاء والتجار، سداد عملات المندوبين، سداد مستحقات العملاء وطباعة كشوف الحساب، تتبع الشحنات مع بيان كافة العمليات. وبيمكنك من إنشاء اسم مستخدم للعملاء علشان يقدروا يدخلوا السيستم ويدخلوا بيانات الشحنات الخاصة بيهم ويتتبعوها، بالإضافة لوجود نظام حسابات متكامل. جميع عمليات السيستم بيتم ترحيلها آلياً للحسابات وحركة الخزينة. النظام بيعمل ديسكتوب وويب، وفي تطبيق موبايل للمندوب يمكن للمندوب من خلاله تحديث حالة بوليصة الشحن اللي معاه، وفي تطبيق خاص بالعميل يقدر من خلاله تتبع الشحنات وإضافة أي شحنة جديدة ومعرفة كشف حسابه. جميع التطبيقات بتسمع بشكل لحظي في السيستم وفي الحسابات. السيستم من إنشاء وتطوير شركة أكيوريت لتقنية المعلومات، شركة متخصصة في تصميم البرامج المالية والإدارية ولديها سابقة أعمال مميزة. يمكنكم التواصل معنا من خلال البيانات التالية.